بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أسعد الله مساءكم بكل الخيرات والأنوار والمسرات. قبل ما نبدأ الفيديو إن شاء الله، كنحب أنني نشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم، على دعواتكم لي، على رسائلكم الجميلة جدا واللي كتفرح قلبي، سواء على التعليقات أو على الصفحة أو في الخاص، فكنشكركم جزيل الشكر. وكنبغي نعتذر منكم على تأخيري للجوابات أو الردود، ولكن هذا لضيق الوقت ولكثرة الرسائل ما شاء الله. فكنشكركم على دعمكم للقناة، وأنكم كتطمحوا أنكم ترفعوها وتصعدوها، ولو أن هذه الأمور ما كانتش في بالي وما كانش عندي يعني من أهدافي الأولى أن القناة تكبر أو المشاركين يزدادوا أو هذه المسائل، والله العظيم والله شاهد ما كنتش كنطمح لهذا الشيء، يعني غادي عادي جدا. المهم هو أنني كنعطي شي حاجة اللي أنا كنحب نبحث فيها وكنحبها، هذا هو اللي كان مهم بالنسبة لي. ولكن كنلقى ان الناس الحمد لله هما اللي كيطمحوا ان القناة تكبر، والحمد لله القناة راه قريبة توصل 100,000 مشترك. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا لدعمكم. غير هو واحد الطلب صغير كنتمناه من حبيبتي النساء، انهم يكونوا يشكلوا عندي في القناة واحد الجزء اللي توا كبير، لان ما شاء الله الرجال مشكلين أكثر من 70% تقريبا 80% كلها جنس الذكور، والنساء تقريبا 20 أو يعني أقل من 30% فقط. لهذا كنبغي أن شوي التوازن يكون هذا إلى جاء على خاطركم طبعا، ورجال تبارك الله، فاللهم زيد وبارك. طبعا مرحبا وألف مرحبا، هذه قناتكم واعتبروني أختكم، اعتبروني صديقتكم اللي كنبغي لكم والجميع الخير الخير. فندخل الموضوع ان شاء الله. موضوع اليوم هو موضوع جديد. في الفيديو السابق تحدثنا عن تسبيح والذكر، يعني الذكر العظيم الذي يلهج به كل الكون، كيف يغير الاقدار وتغفر به الذنوب وتفيض به الخيرات وتفتح به ابواب الارزاق. وفي هذا الفيديو ان شاء الله سأقدم لكم خاصية من الخواص الروحانية لهذا الذكر الجليل، ذكر التسبيح، كيف تقوي وتعلي من روحانيتك الخاصة بالتسبيح. فصيغ التسبيح متعددة، ومن ضمن هذه الصيغ صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التزمت بها من أسبوع أو أسبوعين أو حتى 40 يوما بنية علو الروحانيات، ترى العجب بإذن الله. وطبعا روحانيات ربانية نورانية، فكل إنسان ومهما كانت قوته أو قوة إيمانه فإنه يمتلك روحانية خاصة به، طبعا تعلو حسب اجتهاده في العبادات. الروحانية باختصار ما هي؟ هي بعيدة، ولا أتكلم عن موضوع العالم الآخر أو عالم الجن، ولكن الروحانية اللي دائما في فيديوهاتي أقصد هي روحانية ربانية نورانية، جنود الرحمن وملائكة الرحمن التي تتنزل على قلب البشر فتلهمه كل الخير. فالروحانية باختصار ببساطة هي الأنوار التي تشرق على قلب العبد، هي الصفات التي تتغير فيه أثناء سيره إلى الله، هي الأحاسيس التي يستشعرها العبد من رضا الله ومحبته، وهي الخواطر أو الخاطر الذي يجول في باطن الإنسان والذي يرشده إلى الصدق والصواب بيقين وبصورة لا شك فيها، يعني كتكون صادقة. فكل ما يتعلق بالوجود له روح، وحتى الجمادات عندها أو لها روح، لقوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لو لم يكن الوجود له روح بأمر الله أو دعها فيه لما كان يستطيع التسبيح. فالروحانيات هي الأعمال ونتائجها، أكثر
أكثر ما يقويها قراءة القرآن، الأذكار، الصوم، التفكر في خلق الله والتدبر والنوافل. إذن الإنسان يستمد روحانيته النورانية بقدر أعماله الصالحة أو الفاسدة، فتقوى بداخله النزعة الشيطانية أو تقوى بداخله النزعة الملائكية على حسب عبادته وأعماله. كلما كان الإنسان قريب من الله يصبح سمعه رباني وبصره رباني، ويحدث له صفاء سمعي وبصري وكلي، فيكون على بصيرة من في قلبه. توضح له البصرة، يلك توضح لنا الأمور، توضح له حقائق الأمور، فيصبح يحس ويشعر كما لا يشعر الآخرين، ويرى بنور قلبه يعني عين قلبه ما لا يراه الآخرين، وتتجلى له الأشياء في اليقظة أو في المنام يعني في الرؤى بشكل صادق ويقيني. وما أسعد الأشخاص الذين يعني تحصل معهم هذه النورانيات، يعني تكون حياتهم مميزة وتكون طريقهم مستنيرة بنور الله، يلهمون أو يلهمهم الله الصواب في أي أمر، وقد يستشعرون الأشياء قبل حدوثها وبصدق، يعني كتكون صادقة. قد يتنبؤون بأحداث لم تحدث فتحدث، يقرؤون أفكار من أمامهم من الناس بقلوبهم وتكون صادقة، يعني وأمور كثيرة تحدث بأمر الله يسخرها لمن يشاء من عباده. والناس اللي ممكن يقولوا أن هالشي ما كاينش، فهو كاين وموجود وعندي في القناة، يعني الناس تبارك الله اللي كيقولوا لي، بعض الناس قليل ولكن ما شاء الله اللي كيوقع معهم لا يمكن تصديقه، ويعني ما شاء الله نورانيات ربانية حقة. ومن أعظم الأذكار للعلو الروحاني، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يسمو بروحانيته وتكون له روحانيات عالية، هو التسبيح. يقول تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وآيات عديدة يعني تلفت النظر إلى أن هذه الشعيرة من الذكر التسبيح هي أو من أقرب وأيسر الطرق لوصول الإنسان إلى العرفان وإلى علو الروحانيات. يعني إن كنت تريد أن تكون لديك روحانيات عالية نورانية صادقة، فهذه الصيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما نجدها في الافتتاحات للأدعية، يعني يستفتح، كان أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح بها الدعاء. ونجد كبار الروحانيين يعني الربانيين يستفتحون الأوراد بهذه الصيغة. الصيغة هي: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. تقولها 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 مرة قبل الغروب بنية علو الروحانيات. شروط هذه الفائدة أو هذه علو الروحانية هي بهذه الصيغة: هو الصلاة في أوقاتها وتقوى الله، يعني أمور اللي كنظن أنها يمتلكها وصفة موجودة في الجميع إن شاء الله. تقول هذه الصيغة 100 مرة قبل طلوع الشمس و100 قبل الغروب مدة أسبوع أو أسبوعين، ترى نتيجتها وأنوارها بإذن الله. ولمن أراد التمام والكمال فيداوم عليها 40 يوم وليلة، وسترى النفحات والخيرات والتجليات النورانية التي ستحصل عليها بإذن الله. دمتم في رعاية الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.